مشاهدي قناة الساحل تي في، متابعة متجددة على قناتكم للبرامج الرياضية. برنامج اليوم أكيد سيعنى بكرة القدم المصغرة، لقاء الديربي بين فريق مدينة الساحلين وإف سي المسعدين. المباراة أكيد شهدت مستوى فني محترم بين زوز جيران. التصريحات وأجواء اللقاء تجدونها على قناتكم قناة الساحل تي في. سي رمزي بن نجمة لاعب النادي الرياضي المسعدي او اف سي مسعدين، مرحبا رمزي، تحكي لنا شويه على الطرح كيفاش باش يكون. والله الطرح صعيب، نلعبوا 3 بوان اللي هما بعيد علينا 3 بوان برسك، يعني الطرح نتاع يا نقعدوا في الكورس يا نخرجوا بحول الله الانتصار وهذاك وش جرينتا والربح وكا ان شاء الله عايش. بسم الله الرحمن الرحيم. السي محمد طارق بن احمد، مباراة اليوم كيفاش صنفها؟ ديربي منتظر. والله صدف خليت المباراة ديربي وفي نفس الوقت ماتش دون اللي هو ديربي مهم، النتيجة زادة مهمة برشا، معناها قدرة ربي الربح و 3 بوان يرجعونا الروح ويرجعونا حتى في الكلاسمون نتاعنا، والخسارة بعدنا شوية وتخلينا في معناها موقف محرج شوية. إن شاء الله حاضرين وإن شاء الله مركزين، إن شاء الله يطبقوا الجوهرات. والله نورمالمون ما طرش عليه يدخل مع بعضه، إن شاء الله يخلطوا، مازالوا درجين يبدأ الماتش إن شاء الله يخلطوا. شكرا لك. عايشك. تيجيني عايش مدرب فريق نادي الرياضي بسهلين، تجيني مباراة منتظرة ديربي اليوم، نعرف أنه عنده قيمة كبيرة. ديربي هو يبقى ماتش كورة وراني راه كيما الماتش الكل كاي جوست الفائدة في الروح الرياضية والكورة سير تيران. شنو عناصر القوة اللي عندكم أنتم؟ عناصر القوة مش تقول عليهم كالسامي معناها ولا شنو؟ عليكم كنت تفرجوا هكا والولاد الكل كاي عناصر القوة، هي اللحمة هي العناصر القوة بتاع الجمعية.
منتصر هلول مدرب في فريق ساحلين، حكينا شوية عن المباراة اليوم اللي بين فريق الساحلين وفريق مسعدين. هذا دربي والله، هو دربي مباراة عادية للمقابلات الكل، المقابلات الكل دربيين سواء ضد وردانين ولا مسعدين ولا الشابة ولا قصر هلال، مقابلات الكل، كلنا برسك فرد ولاية نجم تقول سوسة ولا مستير كيف كيف، كلنا نعرفوا بعضنا والله بطبيعة الحال والله العظيم من يفوت وتنجم تقول خدات صدى كبير ياسر، وليت معناها فهمتي والجمعيات الكل برسك عندها الميني فوت بحول الله، هاك تشوف انت تو برسك تو في تونس عندنا تقريبا ما ظهر ليش ما نتصورش فما اقبال كبير على الميني فوت حتى من الجماهير ولا تتبع في الميني فوت. ان شاء الله ربي يوفقنا وان شاء الله الاكيب ناسيونال نتاعنا تنورنا على برا ان شاء الله. عايش سلام. ان شاء الله مربوحه، ان شاء الله من حسن الى احسن والروح رياضيه، وان شاء الله عن البارتي اليوم الجمهور الله يكثر طقس بارد واليوم ويكاند وكل حد ليه في هم وقال الراجل والله كالعاده احنا كما قال لك جيران وخيان ديما فما لي بارتي مع بعضنا. ان شاء الله اليوم يتعدى ماتش مزيان وان شاء الله نفوز ونكملوا نترشحوا ان شاء الله الولا في البلاي اوف ان شاء الله. هاي صحيح.